حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي بشرطها وشروطها ومن شروطها. ما المراد بالحسن وما المراد بأمن من عذابي وما المراد بشرطها وما المراد بشروطها؟ الحسن يحفظ الإنسان عن الأعداء. في حصون الطلاع السابقة كانوا يصورون صور، والأمة الجماعة القوم العشيرة يتحصنون في داخل هذا الحصن. إذا تحصنوا الأعداء الخارجون لم يتمكنوا من الوصول إلى من في داخل الحصن. طائرات ما كانت، قنابل ما كانت تقذف، وكذلك رصاص وما أشبه من الأشياء البعيدة المدى ما كانت، فكان الهجوم من أطراف الحصن. فإذا كانت الجماعة في داخل الحصن هؤلاء محفوظون. كلمة لا إله إلا الله، من يعتقد بالله إلها واحدا لا شريك له فهو في حصن من الأعداء الداخلين والخارجين. المشاكل الداخلية والخارجية الدنيوية والأخرية، هذا حصن. ونفسر على نرجع كلمة لا إله إلا الله، حصن، حصن من الله، وحصن مال بلد أو جماعة أو عشيرة أو قبيلة أو بلد، حصن لله، الله يحصن. ومن دخل حصني أمن من عذابي. عذاب الله شنو؟ مو في الآخرة. اسمه يفسرون عذاب الله في الآخرة، لا، مشاكل الدنيا أيضا هي عذاب الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيضا عذاب الله، حتى أعرفوا في الحمى، حمى السخونة، أنها من فوق جهنم، هو من عذاب الله. عذاب الله مو في جهنم وفي الآخرة وحيث الإنسان يموت فقط، وإنما كل مشاكل الدنيا ومشاكل الآخرة تسمى بعذاب الله. من دخل لا إله إلا الله هذا الحصن، يعني اعتقد بالله إلها واحدا لا شريك له، هذا الإنسان مأمون عن عذاب الله، عذابا دنيويا او عذابا اخرويا. هل ان نقول لا اله الا الله او نعتقد لا اله الا الله يكفي؟ الامام قال بشرطه وشروطه. يعتقد لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، هذا مو حسن. الحسن وان تكون داخل الحسن مشروط بشرطها وشروطها. ما قال الإمام بشروطها، قال بشرطها وشروطها، كرر. شرطها الاعتراف بالرسالة، يعني أنك تعتقد لا إله إلا الله ولا تعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعترفت بالله مشروطا باعترافك برسالة الرسول
وإذا جاءت رسالة الرسول جاءت نوبة الشروط، الشروط الأئمة المعاد الأحكام، لأن هذن كلها وراء اعتراف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام قال أنا من شروطه: إذا اعتقدت بلا إله إلا الله قولا وعملا بشرطها الرسالة وبشروطها الإمامة والمعاد والأحكام اعتقادا وعملا، ذاك الوقت أنت في خير، ماكو عذاب. هذه من أروع الكلمات التي صدرت عن المعصومين وكلها رائعة، لكن هي كلمة حقيقية وكل كلماتهم حقيقية، يعني مو فرد كلمة تشريفاتي، لا كلمة واقعية. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها، ثم قال الإمام رضا وأنا من شروطها. هل مجموعة حصن؟ إذا هالمجموعة واحد منهم تلام الحصن أنت لما الأعداء يدخلون، حصن موجود كاملا لكن أكو فيه ثلم، بيبان، مكانات خراب، الأعداء يدخلون. إذا أراد الإنسان أن يبقى بمن أنعم عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا العلاج، هذا الحصن. كيف أن لو اعترفنا بالإله وبالشرط والشروط نكون بمنأى من عذاب الدنيا عذاب الآخرة شو وقع؟ الحقيقة هذا يحتاج إلى بحث طويل، وما علينا بالبحث الطويل وإنما علينا بكلمة للتطبيق، هو أن الإنسان إذا اعترف بالإسلام كاملا قولا وعملا، والذي هو عبارة عن الاعتقاد بالجنان والقلب والاعتراف باللسان والعمل بالأركان، الإسلام الكامل يعني هذا. هذا الإسلام الكامل يصنع شنو؟ يصنع ثلاث أشياء. الشيء الأول يطلق الحريات، الحريات المتوفرة في الإسلام غير موجودة في أي مبدأ أو دين على وجه الأرض اليوم، يطلق الحريات. إذا أطلقت الحريات تلقائيا شحذت الهمم، حرية التجارة، حرية الاقتصاد، حرية السياسة، حرية الزراعة، حريات البناء، حرية البقاء، حرية السفر، حرية الكذا، حرية الكذا. الإيمان يطلق حريات الإنسان ويشحد الهمم ويملأ النفوس بالإيمان، هذه الثلاثة هي أساس حل جميع المشاكل في العالم من أوله إلى آخره. الآن إذا لاحظت مشاكل الناس رأيت أن أغلبها من عدم الحريات، أو رأيت أن كلها من عدم الحريات. حرية مثلا نفرض، الآن مو كلامنا على أنت الحريات أبدا، لأن هذا يحتاج إلى مبحث آخر. الآن تشوف إنسان مشكلة عنده تجارية، مشكلة عنده زراعية، مشكلة عنده سفرية، مشكلة عنده عمارية، مشكلة أي نوع من المشاكل أخيراً ترجع إلى نوع من القانون والفقه. والسر تقدم الإسلام في يومه الأول لأنه أطلق حريات الناس، وحتى إذا أطلقت الحريات يصير تنافس حر، يعني أنت تتنافس معي وأنا أتنافس مع هذا وهو يتنافس مع غيره في التجارة، في العلم، في الصناعة، في الزراعة، في التقدم، في الحركة، كلنا ننجح لأن كل الكفاءات تأتي إلى الموضوع وإلى الوجود. إذا صار هكذا تلقائيا الإنسان ينجح. الإنسان عبد لله وحر عما عداه، خلاص. إذا كان هكذا
وكلهم يتمكنوا من كل حركة وكل نشاط وكل تقدم، والكفاءة تظهر خلصت المشكلة، حتى المشاكل المرضية تخلص. لماذا؟ لأن المشاكل المرضية الموجودة لأنها ماكو كفاءات. إذا كانت كفاءات ما كانت أمراض، كبتت الكفاءات صارت الأمراض، كبتت الكفاءات صارت الحروب، كبتت الكفاءات صارت الثورات، كبتت الكفاءات صارت الحدود المصطنعة. وعلى هذا المعدل هذا قلت يحتاج إلى بحث طويل ووضع النقاط على الحروب. الآن نحن ليس بحثنا في بحث الحريات الإسلامية، هذا يحتاج إلى مبحث آخر ومفصل، وإنما أن هذا الحديث يقول إن خلاص الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة بسبب الإسلام والإيمان. فجامع كلمة هذا الإسلام والإيمان نحن طلبه، كلامنا على أنك هنا في هالكلمة مو بالكلمة السابقة. كلمة السابقة ككلمة تنهيدية. هذا الإسلام والإيمان يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن نفهم الإسلام، هذا شيء مو سهل. تفهم الإسلام سياسة، اقتصادا، ثقافة، اجتماعا، تربية، عائلة، نفهم الإسلام ونفهم خطط الإسلام في هذه الأمور. والدليل على ذلك أن المسلمين على الأكثر لا يفهمون الإسلام. وخذ بيدك إحصاء، 100 واحد من الطلاب خريجين الجامعة و100 واحد من رجال الدين، ما أقول رجال الدين الناضجين بطبيعة الحال، لا، رجال الدين الناضجين، اسألهم أنه لون الحكم في الإسلام ما هو؟ هذا سؤال البسيط. هل هو جمهوري؟ هل هو ملكي؟ هل هو وراثي؟ هل هو ديمقراطي؟ هل هو ارستقراطي؟ هل هو ديكتاتوري؟ هل هو بيقراطي؟ شنو لون الحكم؟ أما المثقفين بالمية ما يعرفون ولا جوابا واحدا، ويتساءلون منك هل هذا الشيء أصلا بالإسلام أكو؟ هذا دليل عدم الفهم واقع. أما اسأل 100 من الشيوعيين لون الحكم الشيوعي شنو، كلهم يقولون لك ديكتاتورية بروليتارية. هو في اليوم الأول يعرف، ونحن في اليوم الأخير لا نعرف هذا الشيء. نحن ما عندنا هذا الفهم الإسلامي. اسأل عن الاقتصاد الإسلامي، قل له أن الاقتصاد الإسلامي شلون. اسأل من 100 شيوعي الاقتصاد الإسلامي شلون، أو 100 رأس مالي، هو يقول رأس مالي، ذاك يقول شيوعي اشتراكي. أما اسأل من 100 مسلم من المثقفين عن الاقتصاد الإسلامي شلون، لعله ما سامع هذه الكلمة أصلا. هذا دليل عدم فهم المسلمين للإسلام، وأدل دليل على شيء تجربة جرب، والوقت أمامك لا يسأل. أول شيء أن نفهم الإسلام، وهذا كلش مهم. نحن المسلمين نفهم الإسلام صلاة صح، صياما صح، حجا صح، خمسا صح، صدقا، أمانة، وفاء، حياء، أخلاقا، كل صح. لكن نفهم أصول الإسلام؟ نفهم كيفية اجتماع الإسلام؟ قلائل أكو من رجال الدين إذا يفهمون قلائل. وقال أنا جربت هذا الشيء بنفسي، جرب، ما أقولها رميا بالغيب، جربت وسألت. والدليل على ذلك ما عندنا كتب من هذا الشيء أصلاً. أنت شايف فرد كتاب في الاقتصاد الإسلامي كتبنا؟ لعلك رأيت كتاباً أو كتابين أو ثلاثة كتب. لعلك رأيت كتاباً في الاجتماع الإسلامي شلون؟ في الثقافة الإسلامية شلون؟ ماكو هذا الشيء. رأيت درساً في مدارس الحكومة، حكومات المختلفة،
وحوزاتنا العلمية، أكو في الحوزات العلمية لكن قليل أو أقل منها. فأول شيء أن نفهم الإسلام. الشيء الثاني وهذا هو تكليفنا، الشيء الثاني أن ندعو إلى الإسلام الذي فهمناه. نحن ندعو إلى إسلام الصدق، نحن ندعو إلى إسلام الحج، نحن ندعو إلى إسلام زيارة الحسين، هذا كله صحيح، لكن ندعو إلى الإسلام الذي هو سبب ما تقدم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم به غير رسول الله من الأنبياء السابقين أو من الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أحيانا الإنسان يفهم إنسانا عينا وأذنا ويدا ورجلا، أما يفهمه قلبا وكبدا ورئة وكلية هذا ما يفهم، بينما القلب هو الذي يسير الجسد مو العين، صحيح. الرئة هي التي تسير الجسد مو الأذن، الأذن صحيح لكن مو مسير. الشيء الثاني أن ندعو إلى هكذا إسلام. لماذا شبابنا في الداخل والخارج وفي كل بلاد الإسلام طرحوا الإسلام وركضوا أمام الماركسية وعقلة والزيد وعبيد؟ لماذا هذا الشيء؟ لأنهم هم رأوا أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة، هذا مو مربوط بالحياة، وأرادوا شيئا آخر فلم يجدوه عندنا فركضوا إلى غيره. إذا كنا نحن فسرنا الإسلام كما في القرآن وفي السنة، هذا التفسير لكن يلتفوا حولنا أيضا، أقل قسم منهم يلتفوا حولنا، قسم يلتفوا هناك، قسم يلتفوا هناك، قسم يلتفوا هناك. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه فهم الإسلام. الشيء الثاني الذي نحن بحاجة إليه الدعوة إلى هذا الإسلام المفهوم. الشيء الثالث الأصعب وهو كيف يطبق هذا الإسلام. كيف يطبق يعني شنو؟ لعلك تقول إذا فهمناه طبقناه، أبدا، فهم غير التطبيق. لعلك قرأت في كتب المدرسة كيفية الكهرباء والفيزياء وما أشبه، لكن لا تتمكن أن تعلق شمعة. التطبيق غير شيء، فهم شيء والتطبيق شيء. تقرأ الهند سنة 20 سنة ولا تعرف أن تبني دارا إلا بعد التطبيق والتجربة. تطبيق الإسلام شيء آخر. الآن أمثل لكم كمثال للتوضيح. في القرآن الحكيم أكبر الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإسلام دين السلام. آية أخرى أكو في الرسول خطاب، جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. آيتان، آية بالدعوة إلى السلم وآية بالدعوة إلى الحرب. أما أنت تفهم وأنا أفهم، أين أطبق السلام وأين أطبق الحرب؟ هذا تطبيق غير الفهم. فهمنا أن الإسلام فيه سلام وأن الإسلام فيه حرب، لكنه في أي موضع أطبق السلام وفي أي موضع أطبق الحرب؟ هذا تطبيق، هذا شيء آخر، مو فهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أمامه هاتان الآيتان، شوفوا في الآية الكريمة يقول جاهد الكفار والمنافقين. هل عندكم فرد مكان أن الرسول جاهد المنافقين؟ حسب تتبعي الناقصنا مثل ما جاهد الكفار أقصد. لماذا؟ مع آية واحدة، جاهد الكفار والمنافقين، ثم بعد ذلك يقول واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. الرسول فكر، لأن الرسول كان يعرف التطبيق، أين يطبق السلام أين يطبق الحرب. هذا فهم غير شيء. أو في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. أربعة أحكام أمام يحافظ الإسلام، يجب عليه أن يفهم في أي موضع يطبق أي من هذا، وكلهم على واحد هو مخير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا قتلا
أو يصلب صلبا من خلاف يعني يد اليمنى ورجل اليسرى وخالف أو تبعي التسفير. أما التطبيق على هذا الكافر يحكم يطبق وعلى هذا يحكم يطبق وعلى هذا يحكم يطبق وعلى هذا يحكم يطبق، هذا يحتاج لك تطبيق. ثلاث مشاكل نحن أمامنا، نحن صفتنا طلبة وقائدين للناس في المستقبل أو في الحال فهما نفهم الإسلام ككل. الثاني الدعوة إلى هذا الإسلام المتفهم. الثالث أن نفهم كيف نطبق. تطبيق هو شيء، وأكثريا نحن عراة عن الثلاث، فهما دعوة تطبيقا. نحن نفهم الصدق، ندعو إلى الصدق، نطبق الصدق أصلا. نفهم الحج، ندعو إلى الحج، نطبق الحج، نذهب. أما نفهم الإسلام ككل، ندعو إلى الإسلام ككل، نطبق الإسلام ككل، هذا شيء مشكلة، وهذا هو الشيء الذي نحتاجه، وهذا هو الحصن الذي ما فيه عذاب. وإلا فهمت الصدق والأمانة والوفاء والحياء والحج والصوم والصلاة وكل شيء، ألف ثغرة أخذ يا حسين دخل من الثغور، بالفعل دخل من الثغور. الله ما يكذب، لا شك في كلمة لا إله إلا الله، هذا ممكن أبدا، صدق ما في ما. فتبين أننا نحن الذين لم نحفظ الحسن، وإنما جعلنا فيه ثغورا ليدخل كل منه، كل قرابة منه يدخل. فهم الإسلام ككل، الدعوة إلى الإسلام ككل، تطبيق الإسلام ككل، هو الضمين بأن لا تذهب أراضينا، بأن لا يسلط الأعداء علينا، بأن لا تتفشى فينا المنكرات، وألف شيء وشيء آخر. مشكلتنا نحن هذه المشكلة. الإنجليزيين وقت اللي غزوا الهند قبل 300 سنة، الحقيقة المسلمين كلش متأخروا. قبل 300 سنة الغربيين غزوا الهند، بينما كانت بلاد إسلامية. من سنة 50 الهجرية أو 60 الهجرية وقعت الهند بأيدي المسلمين إلى 300 سنة من قبل هذا الواقع، يعني 1000 سنة كان بيد المسلمين. لما الإنجليز جاءوا قبل 300 سنة إنجليزيين في الهند، وبعدين الآن هم تقريباً 30 سنة بيد الكفار. هندوك غاندي وهذول، يعني أندرا غاندي، أندرا غاندي ونهرو، هذول الآن رئيس الحكم، هذول كلهم كفار، يعني صارت بعيد الكفار الآن، وشعارهم الصنم، حتى على فلوسهم أكو صنم. الهند يعني بعد 1000 سنة من الإسلام صارت بلاد كافر. أنت مو بس فلسطين صارت يهودية وأسبانيا صارت مسيحية، لا لا، حتى الهند كانت مسلمة ثم أصبحت الآن هندوكية وكلها صار. شاهدنا في هذا الشيء وقت اللي دخل الكفار الهند الغربيون الإنجليزيون، المسلمون حاجوا وماتوا، لكن كان ينقصهم فهم التطبيق في إخراج هؤلاء. كمثال هذا الشيء، أكو فرد رجل من الملوك الشيعة الغيارة اسمه سلطان تيبو. الحقيقة من الضروري أن الإنسان يقرأ تاريخ بلادنا على الأقل، تاريخ البلاد الإسلامية نقرأها، تركيا، إيران، باكستان، هند، أندلس، فلسطين، نقرأ التاريخ. حتى الاتحاد السوفيتي كان للمسلمين، وحتى هذا قصر الكرملين كان يحكمه سلاطين المغول المسلمون إلى قبل 450 سنة، حكام موسكو مسلمون كانوا إلى قبل 4 قرون. هذا التاريخ، ودرس الكرملين هو من صنع المسلمين، وقصر مو قصر واحد، هو أكبر من نصف الكويت، ويسمى بقصر كرملين. كرملين عاصمة برجينيف ومن أشبه، هو مو قصر واحد، وإنما مكان واسع شاسع وفي قصور وبنايات ومستشفيات وبساتين، هذا المجموع يسمى قصر كرملين. المسلمون لما دخل الإنجليز الهند هاجوا وماجوا واضطربوا وحاربوا الإنجليز محاربات،
من جملة محارباتهم فرد واحد من سلاطين المسلمين الشيعة واسمه سلطان تيمو. قبل مئة سنة هذا السلطان، هذا حارب الإنجليز محاربة من أجل المحاربات واقع، والإنجليزيين حاربوه محاربة شرسة من أعجب المحاربات، حتى امتلأت الشوارع بالقتلى. شوارع امتلأت بالقتلى، شوارع الهند. يجب الإنسان أن يقرأ هذا التاريخ، بل التاريخ جدا مثير وعجيب. لكن لم يتمكن من شيء، لأنه عنده مسدس والإنجليز عنده عجب على مسدس. من الواضح أن عندك مسدس وغيرك عنده 10,000 مسدس وغالب عنده. مهما تضحيت، فالسفير الهندي كان جاي عندي في كربلاء، سفير الهند، صار الكلام بيننا لهنا على جبهة قصة سلطان تيبو. بمناسبة هو كان سني، سفير سني كان، قال لي بالحرف الواحد، هو السفير هاي قصة مالية القصة، قال لي أتعلم أنه لماذا حارب سلطان تيبو الإنجليز؟ قلت له، قال هو كان رجلا شهما مسلما حقيقيا. السفير، سفير الهند يقول لي هالكلمة وعيوني قامت تدمع. سفير، وكان هو كعلي بن أبي طالب، واسمه علي، وله زوجة كفاطمة الزهراء واسمها فاطمة، فهم كانوا مسلمين اسما وعملا. هو يقول وقام يبكي، حقيقي قام يبكي. السفير الهندي قال أنا ما جلت أدري أن اسم السلطان تيبو علي، لأنه في التواريخ أنا أقرأ سلطان تيبو، هذا هو تبين أنه لقبه. قال هو كعلي بن أبي طالب وله زوجة اسمها فاطمة، فهم كانوا كعلي بن أبي طالب غيرة واسما. شاهدوا في هالقصة مال السفير، شاهدوا في هنا، فهؤلاء حاربوا محاربة الأبطال حتى قتلوا عن آخره. لأن هذول قالوا إما أن نقل الإنجليز وإما أن نقل على آخرنا، قتلوا كلهم، وامتلأت الشوارع بالجثث حتى صار وباء في الحيط. فأنت ماسكين فرد كتاب هذا قابل أن تقرأ عن هذه الحرب فقط. شاهدي في التطبيق، بعد ذلك جاء غاندي. غاندي عرف على أنه إخراج هؤلاء من الهند لا يمكن هذا الإخراج بالسلاح، لأنهم أقوى سلاحا، وإنما يمكن إخراجهم من الهند بسبب السن، جرح الرأس. أنا شخصيا أعتقد، أنا أعتقد الشخصي، وأي إنسان يعتقد غيره أو يعتقد وفقه ما علي، أن غاندي شخصيا هو مسلم وأسلم، لأن تلميذان من تلاميذه يشهدان بهذا الشيء. أحدهما محمد علي جناح في كتابه يقول على أن غاندي أسلم، لكن كان يخفي إسلامه خوفا من فشل حركته. والآخر رئيس جمهورية الهند اسمه براسات، راجان را براسات، هذا أيضا له كتاب اسمه كتاب عند قدمي غاندي اسمه الكتاب. هناك يقول، وهو رئيس جمهورية الهند كان في المدة حتى مات، يقول أن غاندي أسلم لكن كان يخفي إسلامه خوفا من فشل حركته. كلاهما يشهدان، واحدهم مسلم وواحدهم كافر، بس سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما ما علينا بهذا الشيء، ولو أنا اعتقادي شخصي أنه كان مسلم. وأما في كتاب غاندي، كل كتابه أكو أسامي الله، عنده كتاب ضخم اسمه قصة تجاربي مع الحقيقة، هناك من أول إلى آخر لا تجد في صفحتين إلا اسم الله موجود، يعني متبين أنه أسلوب إسلامي أكو، هذا إسلامي أكو على الكتاب. بس ما علينا، كان مسلم أو لم يكن مسلم. شاهدت في هالقصتين المقارنتين، قصة سلطان تيبو الذي أراد إخراج الإنجليز من الهند، وقصة غاندي الذي أراد إخراج الإنجليز من الهند. عجب ذاك ما نجح وهذا نجح، للفهم التطبيق والظروف لا أكثر ولا أقل. مشكلتنا نحن المسلمين أننا بعد المرحلتين الأوليين نحتاج إلى أن نفهم كيف نطبق، نحتاج إلى فهم التطبيق.
عبد الحميد انا اعتقد ان سقوطه كان في نفع الاسلام والمسلمين، عبد الحميد السلطان العثماني، لانه انا اعتقد ان العثمانيين هم الذين ثبتوا على البلاد الاسلاميه حتى فاق غيرهم وسلط غيرهم على بلاد الاسلام. طبيعي انت لا تتقدم وغيرك يتقدم انه يتقدم عليه. عبد الحميد كان من الحمق، هذا السلطان العثماني الاخير كان من حمقه انه ما يفهم ان الدنيا جايه تتصاعد. هو الذي جاء بالقوميات الى البلاد الاسلاميه، لان اول ما جاءوا بالقوميات عبد الحميد القوميه التركيه، بعد ذلك صارت القوميه العربيه، وبعد ذلك صارت القوميه الفارسيه، وبعد ذلك صارت القوميه الكرديه، وبعد ذلك صارت القوميه التركيه الهنديه. فعبد الحميد انا اظن ان سقوطه كان في نفع الاسلام، لانه لو كان باقيا اكثر كان فساده اكثر. شاهد كلام شنو؟ دوله امبراطوريه واسعه النطاق الى ابعد الحدود، لكن ما يفهم، ولا شك انه كان مخلصا لنفسه، اذا مو مخلص للاسلام والمسلمين كان مخلصا لنفسه فقط لا اكثر ولا اقل. تنظر القطعة كما يقال فوق رأسه المكتوب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كان يقال يا عم السيف راح وقته، الغربيين صنعوا الدبابات والطائرات والمسطحات، كان يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه في زعمه الفاسد الغلب هو الذي سبب أن يسقط، وشخصه قبس وشخصه جعلوا حبلا في عنقه وجروه في الأسواق مثل الكلب. رجعوا تاريخ هذا متفهم الإسلام. إسلام ما يسقط، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، هذا صحيح. يعني إذا قلت أن هذا الجلوب أكثر نورا من هذا الجلوب هذا صحيح، لكن هذا مقفي وهذا مشموم، أن هذا المشموم أعلى من هذا، لكن هذا الجلوب مع النور هذا أعلى من ذلك. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني الإسلام الحقيقي يعلو لا شك، لكن أنت تطبق الإسلام حتى يعلو. لزيد دابة ولك سيارة، أيهما أسرع؟ سيارة. لكن السيارة واقفة في مكانها والدابة تمشي، أيهما تصل؟ دابة. السيارة أحسن من الدابة، لكن سيارة واقفة والدابة سائرة. السيارة لا تقطع شبرا والدابة تقطع ألف فرسة. نحن بحاجة الآن. أنا أعتقد أن الفلسطينيين سقطوا وكل الأمة العربية سقطت واليهود نجحوا. لماذا؟ لأن أولئك اليهود فهموا أن يجعلوا قضيتهم عالمية، وهؤلاء فهموا أن يجعلوا قضيتهم قومية. العالم أكبر من القوم، وينتهي كل شيء. اليهود فهموا أن يجعلوا قضيتهم عالمية، وهؤلاء الذين بيدهم الزمام والأحزاب التي عندنا في البلاد الإسلامية فهموا أن يجعلوا القضية قومية. القومية أصغر من العالمية، حتى كل القوم اجتمعوا صاروا 140 مليون، أما إذا العالم اجتمع صار 4000 مليون. أنت لا تنظر أن اليهود 3 ملايين والعرب 140 مليون، أنت انظر عن أي منطق أولئك يعملون وعن أي منطق هؤلاء يعملون. وإذا جاء يوم فهم المسلمون والعرب أن يجعلوا قضيتهم عالمية كما قال الإسلام، في نفس ذاك اليوم نجحنا. فالمشكلة الثالثة مشكلة التطبيق والفهم، مشكلة الفهم، مشكلة الدعوة، مشكلة التطبيق. إذا كان عندنا فهم للإسلام
والدعوة إلى الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، والتطبيق الذي فهمناه. بطبيعة الحال إذا كل هذا الشيء صار، كل المشاكل تحل ويصبح الحس موجودا. أما إذا ما كان هذا الشيء انتهى كل شيء. نحن في الحقيقة نحن. أكو في الحديث أن زلة العالم زلة العالم، ويغفر للجاهل سبعون ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. سره هذا الموضوع، لأن هؤلاء هم الذين يجب أن يفهموا ويدعوا ويطبقوا. هذا الشيء الذي نحن مكلفون به، يعني مكلفون أولا حقيقة بالفهم، والفهم قلنا كفهم المجموع. الشيء الثاني نحن مكلفون بالدعوة إلى هذا الشيء. الشيء الثالث نحن مكلفون بأن نفهم كيف نطبق هذا الشيء. إذا صارت هذه الثلاثة، الفهم، الدعوة، التطبيق، ننجح. وهذا نحن مكلفون به. لماذا؟ لأنه نحن العلماء. ما أقصد علماء يعني مراجع، لا، يعني الذين هم في هذا الطريق، لأن هؤلاء هم أطباء. فهم الإسلام عمن يؤخذ؟ مسألة يؤخذ عن البقالين، عن العقارين يؤخذ، عن الموظفين يؤخذ، عن الأطباء والمهندسين يؤخذ، عن الجامعات الغربية يؤخذ. فهم الإسلام يجب أن يفهم الإسلام من؟ هم علماء الإسلام. علماء الإسلام يكون المرجع. لا لا، أي طلب يأتي إلى المدرسة هذا في هذا السلك، هذا جندي في هذا الطريق، ابتداء جندي في الطريق وأخيرا قائد في الطريق، هذا هو المكلف بالفهم. بعد ذلك يأتي دور الدعوة إلى هذا الفهم. الآن يأتي شهر محرم، إن شاء الله كلكم تذهبون إلى مجالس، صدقوا بالمئة 90 من المجالس، بس أنا ما أقول الكل، لأن هاي لعله شفق من الكلام، دعوة إلى الصوم وإلى الصلاة وإلى الصدق وإلى الأمانة وإلى الوفاء وإلى الحياة والتاريخ وتاريخ الإمام الحسين وبكاء وبر الوالدين، وكله صحيح. لكن هل الإسلام ككل؟ ما هو هذا الشيء. ثم يأتي دور المسألة الثالثة، وهي الدورة، هل نحن تمكننا من التطبيق؟ هذا التطبيق تطبيق إسلام ينجح، مو إسلام دعوة. الآن نحن في كربلاء، تقريباً أنا 40 سنة في كربلاء أو أكثر من 40 سنة. كل عام يأتي إلى كربلاء في محرم وفي عرفة وفي أي وقت مضى من الزيارات سيل من الوفود، من السعودية ومن إيران ومن أطراف العراق ومن ومن ومن. وأنا سامع أنه قبلنا كان إلى كربلاء أكثر يأتون، لأن كل سامع أنه الزوار كانوا ينامون من مكان يسمى بقنفرة البيض، فرصح قبل كربلاء إلى خان الهندي، فرصح بعد كربلاء. شعر كانوا يقولون اللي هم شايفين هذا الشيء، من فرصح إلى فرصح الزوار ينامون. الآن من شارع إلى شارع الزوار ينامون، لا أكثر ولا أقل من هذا. لكن هل هذا الشيء في هذه 40 سنة اللي أنا شفت أو قبلي، الذين شافوا قبلي أيضا، هل كان كربلاء مشعاً بالنسبة إلى القائمين بكربلاء لنشر فكرة الإسلام؟ كان كربلاء مشعاً لنشر زيارة الحسين والقراءة للحسين والبكاء للحسين عليه الصلاة والسلام والتفاف الناس حول الحسين عليه الصلاة والسلام. أما هل تمكننا نحن كمسؤولين وكرجال دين أن نجعل من كربلاء مشعاً لصوت الحسين؟ هذا كلام يجب أن نقول فيه ما. وإذا كنا تمكننا من ذلك، ما كان نفس كربلاء مضطهدة، ونفس رجال الدين مضطهدين، ونفس الشيعة مضطهدون، ونفس المسلمين مضطهدين. ما فهمش رجيت فارسي أكو كلش جميل، يقول صبر الظهر هر دو دوستان قديما، در أثر صبر نوبت الظهر آيا. جدا جميل، يقول هذول أصدقاء صبر الظهر،
بمجرد يجي هالصديق لك صديق ثاني لا يضيع. صبر وظفر هر دو دوستان قديما در اثر صبر نوبت ظفر آیا. كلامنا شنو كان؟ نرجع اننا نحتاج الى ثلاثه اشياء بصفتنا رجال الدين. نحتاج الى فهم الاسلام، يعني قسم ثاني من الاسلام، لان قسم الاسلام معروف. نحتاج بعد ذلك الى الدعوه الى هذا الاسلام. نحتاج بعد ذلك الى انه نعرف كيف نطبق هذا الشيء. والا انت امامك خريطه، في الاسلام سن، في الاسلام حد، في الاسلام صلاه، في الاسلام صوم، في الاسلام زكاه، في الاسلام مال، في الاسلام حسينيه، في الاسلام محتسب، في الاسلام كذا، ايها تطبقها هنا. هذا ايضا يحتاج الى توسعه في الفهم. اما ناتي وقد فهمنا بعض الاسلام أو نعمل عمل العاجز وهو الأكثر من عدنا، لأنه إحنا غالبا من عادتنا أن نسأل من الأول إلى الأخير. الناس منافقون، الناس لا يعملون، الناس كذا، أنا حكيت المعروفة عندي. أو بل صديق كان عندنا في كربلاء الله يحفظه لو موجود، قال إذا يصير كلام الإصلاح يقول أنا قايل في كل مكان أن الإصلاح تبدأ بنفسك وكل العالم ينصلح. شيء رسول الله ما فهمه، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تطبيق. أصلح، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك أولا، ثم بعائلتك، ثم ادعو الغير. هذا هو صديقي كان يقول دائما ابدأ بنفسك. تطبيق شيء، أنت تعرف في بلدك سنابس مثلا تحتاج إلى حسينية، تطبق الحسينية. تعرف أن المسلمين محتاجون إلى كتاب الاقتصاد الإسلامي يفهمهم ما هو الاقتصاد الإسلامي، فلنألف. تفهم أن المسلمون بحاجة إلى مجلة تخرجها، فلنألف. وأنه قاعدين إحنا والناس يأتون، العالم يزار ولا يزور. الصديق من أصدقائنا حفظه الله والبارح كان جاي إلى بيته من أهل العلم، قلت له أنت في أين حتى أزورك؟ قال لا لا، العالم يزار ولا يزور. كل ما أصريت على أزورك قال لا لا، العالم يزار. الإمام أمير المؤمنين يصف رسول الله بوصف من أجمل الأوصاف واقع، يقول طبيب دوار بطبه، قد أحمى مياسمه وأحكم مراحمه. جدا جميل هذا التعبير، فاليوم آخر نقوله. نحن بحاجة إلى الحصن. كلمة لا إله إلا الله حصن، والحصن عبارة عن تفهم الإسلام كما قلنا، الدعوة إلى هكذا إسلام، وصدق أن الناس يتبعونك. صدق الآن شلون ندعو إلى الحج الناس يدخلون الحج، ندعو إلى كربلاء الناس يدخلون إلى كربلاء، ندعو إلى زيارة الحسين الناس يذهبون، ندعو إلى عزاء الحسين الناس يعملون. صدق الناس يتبعونك، لكن انت تحرك نفسك. فهم الاسلام، الدعوه الى الاسلام. الشيء الثالث شنو؟ تطبيق الاسلام. تطبيق الاسلام مو على غيرنا، نحن يجب ان نبدا بتطبيق الاسلام. نعرف اين مكان السلم، واين مكان الحرب، واين مكان المدح، واين مكان الذم، واين مكان الحسينيه، واين مكان. في الكويت اكو فرد منطقه فيها 20 حسينيه، وأكو 20 منطقة ما فيها ولا حسيني. هذا عدم تفاهم، أين نضع الحسينية وأين لا نضع حقيقة. أو ترى في مسجد من المساجد في إيران أو في العراق أو في أي بلد آخر 10 جماعات وفي 20 مسجد ولا جماعة. أو في بلد واحد 1000 عالم وفي 1000 بلد ما هو ولا عالم. هذا عدم تفاهم التطبيق. إذا صنعنا هذا الشيء انطبق علينا حديث الإمام الرضا، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لا تنسوا كلمة العذاب، ولا تنسوا كلمة الحصن التي ذكرناها، ولا تنسوا كلمة بشرطها، ولا تنسوا كلمة بشروطها.
ولا تنسوا أنه كيف يكون حصنا ويحفظ الإنسان من المشاكل في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.